يقول في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة من غير مرض ولا سفر. السؤال: هل من جمع في بلد في بلده ها في بلده من غير حاجة هل تبطل صلاته؟ نعم تبطل. الذي يجمع من غير حاجة تبطل صلاته، لأن الله تبارك وتعالى يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والنبي جعل مواقيت للصلاة، فلا يجوز أن يصلي العصر قبل دخول وقتها، ولا يصلي المغرب قبل دخول وقتها، وهكذا. فلا يجوز الجمع بين الصلاتين في بلده. قال: وكيف ترد على من يجمع بين الصلوات التي تجمع ويقول هذا الحديث كالرافضة؟ الرافضة لا يحتجون بهذا الحديث، هم لهم مذهبهم، هذا مذهب خاص يعني نتركه. الآن لما أولا هذا الحديث ذكر أبو داود وغيره من أهل العلم أنه منسوخ، أن النبي جمع 7 و8 من غير خوف ولا سفر، أن هذا منسوخ ذكره أبو داود وغيره من أهل العلم. وغيره من أهل العلم ممن قال بعدم نسخه أخذ بقول ابن عباس رضي الله عنهما الذي روى هذا الحديث، لما قيل له: ماذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته. يعني لو وقع الإنسان في الحرج طيب فله أن يجمع. وصور الحرج يعني مثلا الآن الإنسان لو قدر أن أبو إبراهيم، نحطك مثال عادي لأنه أكبر واحد تقريبا موجود الآن زين سنا، أبو إبراهيم الآن معكم التصبيغ هذا يصبغ لو فرضنا الآن أبو إبراهيم الآن مثلا لظرف ما ما نام سهر إلى الفجر، أراد أن ينام بعد الفجر، ثم واصل بعد الفجر جته ظروف وكذا وما استطاع أن ينام، إلين دخل عليه العصر وهو ما نام، بس شنو الحين يوم ونص ما نام، شو يشوف شو يصير فيه؟ ما يشوف دربة مثل ما يقولون، تعبان مرة زين. فقال: يا جماعة أنا عندي يقين، إذا صليت المغرب ونمت والله ما أقعد إلا 9 الصبح زين، فهل يجوز لي أن أجمع بين المغرب والعشاء؟ لأن فعلا راح أنام ما راح أقعد قبل الفجر بأي حال من الأحوال، وأنا أعرف نفسي ومرهق جدا. نقول له: أنا أجمع، لأن هنا إيش ظرف طارئ، ظرف إيش ظرف طارئ فعلا. لو كان إنسان عند مريض مثلا وما يستطيع أن يفارقه، مو طبيبه بس ما يستطيع أن يفارق هذا المريض، طيب ماسك للدريب ولا أي سبب من الأسباب، طيب إنه ما يستطيع أن يفارق ما يقدر يصلي، يجمع مثلا. طبيب يسوي عملية، يعني بعض الأطباء، أنا حديث الطبيب ذاك يقول: والله العظيم دخلنا المريض 5 نسوي العملية، عادة العملية تأخذ ساعة ونص بس، فأنا حاسب حسابي نخلص 6 وشوي زين، وبعدين أصلي المغرب وبعدين العشاء، بعدين بالبيت حتى العشاء أصلي يعني بالمسجد اللي عند البيت وكذا على الساعة. يقول: بدأ العملية 5، ما خلص 10 ما حسيت بنفسي، نسيت صلاة المغرب، نسيت صلاة العشاء، طيب يقول ما خلص إلا 10 بالليل، هذا يجمع جمع تأخير. بل حتى لو تذكر أثناء العملية هو ما يستطيع أن يترك المريض، نقول له اجمع، لأن في ظرف إيش، في ظرف طارئ. فإذا جاءت مثل هذه الظروف فالإنسان يجمع، ما في أي مانع أن يجمع ويصلي. أما أن تكون هذه سنته، هذه عادته، النبي جمع 7 و8 يعني 7 ركعات 8 ركعات، لو فرضنا النبي جمع مرة أو مرتين أو أسبوع أو شهر، كم عاش النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة؟ 10 سنوات، كم يوم 10 سنوات؟ 3650 يوم، 3640 يوم ما يجمع، و10 أيام جمع، أيهما الأصل؟ طيب اللي جمع ولا اللي ما جمع؟ طيب فالقصد أن الجمع لا يجوز إلا إذا كان هناك حاجة للجمع من خوف أو سفر أو مرض أو مطر أو برد شديد أو حاجة ضرورية مثل ما ذكرنا الآن.